مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. أسرار النجوم. مرحبا بك وتحية الكوثر. زاد هي جبسية معنا في استوديوها كفما القفة فما المظلة. جبسية مرحبا. والله ما في بالي كوثر. الوالدة تحية الوالدة نتاعك كوثر جبسية. ما جاتنا شيء من جبس. نورمال راك في المهرجان موجودة معنا. أنا وصيت كريمة لوسيتي باش تجيب لي مظلة هكا في المباشر. كريمة كان ما تجيبليش مظلة من جبس دونك نتقابلوا في النفوذ. تفضل أشرف. مرحبا. مالكش نحكيو على بوليميك سايرة الأيامات هذه وبدات بستاتيو هبط على الفيسبوك. ستاتيو هذا هبطه فيصل الحرير اللي هو متواجد حاليا في فرنسا بعد ما غادر تونس للإقامة في فرنسا. دونك ستاتيو هذا قال فيه أنا ما عارفش باش نسكت على حقي وحقي باش ناخذه بإذن الله اليوم قبل غدوة. هوني مالك فيصل يحكي على برنامج احنا الكل اللي كان ينشط فيها على قناة تونسنا لكن بعدك غادروا واخذت المشعل علي حنان شجراني لليوم اللي تقدم في البرنامج في ساريت كل خميس. منتجت البرنامج مروة الرمضاني سبق وصرحت مع هيدي زعيم في نجوم وقالت صحيح فيصل حذيري يسان فلوس وأقرت انها مش يعني بش تخلص ولكن طاو فما مشاكل مالية. كيف مروة الرمضاني منتجت البرنامج ردت في ستوريها بتطعها على الانستغرام وقالت كلام قاعد يتبرتاجة برش على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت تهبتوا في ستاتويت حسب يعني تقولوا حسبي الله ونعم الوكيل على زوز فرانك. هذا هو فضل اللي عندكم عليه البرنامج. دونك حابين نسألوا أكثر فيصل الحذيري عن المشكل هذا وهل إنه المشكل تفض ولا ليه خطر تبرتاجها برش على مواقع التواصل الاجتماعي وشنا هي الحاجات اللي خليت فيصل الحذيري هبط ستاتيو ذي. بالحق معناه نصبري ننفذ ما عادش نجم ننقف على حقوقنا خاطر طريقة التواصل مع المنتج البرنامج وليت يعني حاجة حوار بيزنطي ولا ما عادش معناه كي يقولك باش تخلص في اليمن عاش هذاك حقي ويلزمني ناخذه تعبي والبرامج وقفت معاه برشا مرات لكن بالحق تلقى روحك ما تخلصش من فيفريي والمشكله ماهيش في قيمه الفلوس. انا كي هبطت الستاتيو بالحق خاطر ما عادش عارفين كيفاش ناخذ حقوقنا معناها. كيف مالك فيصل قال انه الخطوه القادمه باش يتوجه للقضاء وباش ياخذ حقه؟ بيصير باش توجه للقضاء خاطر حتى وكان الفلوس اللي باش نخلصهم كل باش نصرفهم على المحامين وكل شيء اما باهي انه واحد خذا حقه يرتاح. طريقه الحديث نتاع المنجه خايبه برشا معاه وافيك سا انت معناها عامل مزيه انه مازلت ما خلصتش وتستنى وتصبر. معليش باش نصبر علاش باش نصبر والبرنامج قاعد يمشي جو باهي ومر واضحه وناجح. حابين زيادة نغتنموا الفرصة مع فيصل الحديري ونسألوه على زميلته حنين شجراني اللي قاعدة تخدم توا في البرنامج اللي سبق وصرحت وقالت انه فيصل الحديري بعد ما قدمت هي البرنامج وعوضته هو تبدل معاه. هذا كان رد فيصل الحديري على الموضوع. حنين انه ممكن هي حست حاجه ما انا عادي معناها سواسي مع الكرونيكور اللي يخدموا معايا كله سبيسيال مو حنين معناها ما عنديش معها حتى مشكل بالعكس نحبها ونقدرها وانا اللي كنت معناها واحد من الناس اللي فرحان اللي حنين جات وخدمت معنا بيرسونيل مو كلها بالعكس. اذا كان انا معناها حسيت مني حاجه وكل شيء مانيش نقصد في حاجه انا ما عملت لها شيء معناها قدام ربي وقدام عباد وانا ما عملت حتى شيء. هو مالك حقا الحق فيصل ما حبش يحكي على الموضوع في الراديو قال احتراما للعبيد اللي قاعد صاير توا في بيجا وعدة مدن يعني قاعدة فيها برشا مشاكل كوفيد. فيصل زادة على انستغرام اللي فيه تقريبا مليون متابع كيف وكيما برشا مشاهير قاعد يتضامن مع اللي صاير في القروين وبيجا وعدة ولايات اخرى وهبت يعني صور من اللي قاعد صاير غاديكا ودونك ان شاء الله نتمنوا اللطف وان شاء الله لباس الناس الكل. ان شاء الله لباس الناس الكل. تحية كبيرة مستمعينا في بيجا في القروين في كل مناطق الجمهورية وسيرتو الناس اللي في وضع حرج حاليا بالنسبة للوضع الوبائي. إن شاء الله ربي معهم.